اطلع اطلع يا نور اطلع يا نور زنوة زنوة طبعا سلمها لك ووزعناها لك تستعملها. مصالح أمن ولاية جلب تقوم اليوم بتوزيع الأقنعة الواقية من فيروس كوفيد-19، وذلك إن ستقوم بتوزيع أزيد من 5000 قناع واقي على المواطنين عبر إقليم اختصاصها. وهذا المبادرة تدخل في إطار جهود المدير العام للأمن الوطني لتعزيز الجهد الوطني لمكافحة وتصدي لعدوى كوفيد-19. كما قمنا بذات المناسبة بتوجيه وإعطاء توجيهات ونصائح للمواطنين بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية